تستمر دول العالم في محاولات السيطرة على فيروس كورونا دون نتيجة، ففي أوروبا ارتفعت نسبة الإصابات مؤخرا إلى 40% خلال أسبوع واحد، تزامنا مع دخول فصل الشتاء الذي يخشى العلماء أن يشهد موجة شديدة من الفيروس. مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم غيبريسيوس أعلن إصابته بالفيروس وعزل نفسه في الحجر الصحي. العلماء في أوروبا حذروا من فقدان المستشفيات قدراتها الاستيعابية، ما يدفع الحكومات إلى تحديد الحركة وإغلاق القطاعات الاقتصادية والسياحية. القيود الجديدة في أوروبا قوبلت بغضب شعبي، ففي إسبانيا حصلت أعمال نهب وتخريب ومواجهات مع الشرطة، كان أشدها في العاصمة مدريد. روما عاصمة إيطاليا شهدت احتجاجات شعبية ضد قرارات الإغلاق تطورت إلى مواجهات مع الشرطة امتدت إلى مدن أخرى. أما في فرنسا فالغضب الشعبي يتصاعد ضد قرارات الإغلاق التي أعلنها ماكرون مؤخرا وسط استبعاد رئيس الوزراء الفرنسي التراجع عن هذه الإجراءات المشددة. وفي بريطانيا الدولة الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا والتي سجلت حتى الآن 46,555 حالة وفاة بالفيروس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إعادة إغلاق إنجلترا مجددا للحد من تفشي الوباء، وهو ما اعتبرته المديرة العامة لاتحاد التجار البريطانيين بالكابوس قبيل أعياد الميلاد. وفي النمسا أعلن المستشار سيباستيان كوربس عن إغلاق جديد حتى نهاية تشرين الثاني المقبل، وكذلك الحال في ألمانيا وبلجيكا اللتين أعلنتا إغلاقا جديدا لستة أسابيع. الخبراء يقولون إن أوروبا تعتبر ثالث أكبر مناطق العالم تضررا بالفيروس بعد تسجيل أكثر من 10,046,000 إصابة بالوباء، بعد أمريكا اللاتينية والكاريبي التي سجلت 11,300,000 إصابة، وآسيا التي سجلت 10,057,000 إصابة. أما الولايات المتحدة الأمريكية وهي الأكثر تضررا بعدد الوفيات التي بلغت 230,556 حالة وفاة، فقد انعكس انتشار الوباء على الصراع الانتخابي بين ترامب وبايدن. وفي إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالوباء أعلنت السلطات فرض إغلاق جديد وقيودا على الحركة بعد تسجيل حصيلة وفيات يومية بلغت 434 حالة وفاة. الصين موطن الوباء سجلت إصابات جديدة في البر الصيني وأعلنت أن معدل الوفيات اليومي لا زال كما هو دون انخفاض، في وقت يجد فيه علماء الطب أنفسهم في حيرة من أمرهم أمام فشل كافة المحاولات الدولية لإيجاد لقاح أو علاج لهذا الوباء.